السلام عليكم، معكم محمد الحويدك، تلميذ من مدرسة صلاح الدين الأيوبي، الثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض. جينا اليوم النهار الأول على أساس أننا باش نتقيدوا، وكانت الأجواء جميلة، الأساتذة كي رحبوا بينا، وكان داكشي في متناول، وكنتمنى التوفيق لكاع الدراري اللي كيقراو معايا، والتوفيق لكاع التلاميذ. محمد طاب وطرفة في علمي غير فرنسي، تانكيام. صراحة الدخول المدرسي كان زوين، كان كل شيء على ما يرام، الاستضافه هي هذيك زوينه، استقبلونا مزيان وكل شيء هو هذا، كنت نتمنى التوفيق للجامع ان شاء الله وصافي. هذا ماك حمزه الطوسي، دير شعبه ديال اس في تي. الصراحه هذه المدرسه يعني الاستقبال ديالها كان زوين، واخا كانوا واحد شويه ديال الضغوطات، يعني الناس كانوا بزاف كيتقيدوا، وبزاف ديال الناس كانوا كينتقلوا من المدارس واحد اخرين، ولكن الاستقبال ديالهم كان زوين، خصوصا المدير اللي شجعنا وعطانا نصائح، يعني بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو غادي يديروا، بالنسبه للناس اللي ما عارفينش اين شعبه غادي يديروا. وكنتمنى التوفيق للجميع، وواحد موفق وسنه دراسيه موفق. عثمان ابو حفص، العمر ديالي 17 سنه، داير ايكونومي. بالنسبة للدخول المدرسي كسائر السنوات، ماشي شي حاجة لي سبيسيال، نظام كاين، كل شيء كاين. في أبو حفص كنقرا في لا بخوميييغ أني باك، دوزيام أني باك، الشعبة داير إيكونومي. بالنسبة للبخوميييغ جور ديال لانسكريبسيون في ليتابليسمون كان زوين. شو سميتو الإدارة متعاونة بالنسبة للتلاميذ. بالنسبه للقرايه هنايا دابا مازال ما غتبدا، اون سيمين ابري عاد يجيو الاساسيد ونبداو القرايه. علي بويدر، كنقرا في هذه المدرسه الثانويه صلاح الدين الايوبي، كنقرا في الباك. هذا العام عندي علوم فيزيائيه، المهم كنتمنى هذا النجاح لهذا العام، حيت كنقراو حنايا هنايا كنجيو باش نقراو وكذا، داكشي عندهم المهم داكشي منظم وكذا، وفهمتي كنجيو كناخذوا المسائل ديالنا، كاين اللي كيدير اعاده توجيه كيلقى داكشي مزيان هو هذاك. وبالنسبه لداكشي ديال التقطاع جمعيه الاباء وكذا، داكشي عاوتاني منظم كل بلاصه من جهه واحده اخرى، وهادشي كنشكرهم على هذا النظام ديالهم. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.